هجموا علي فريق التصوير. لمين عامل ميوت من المشاهير على انستغرام؟ هذا اللي خلاني انا اليوم مين انا صراحه. قال لي هذا انت؟ قلت له اه. قال لي وهدول الناس بتحبك؟ ما بيجيك رهبه المسرح؟ تنمر. هيني جاي. كم وحدك تجيب بسرعه؟ يلا هيني جاي خلص. ابوي الله يرحمه. الله يرحمه. اهلا وسهلا فيك ابو الدي. الله يسعدك. كيفك؟ الحمد لله جد. ليك محطات كتير مريت فيها بحياتك، من كرة القدم إلى الهندسة إلى السوشيال ميديا والستاند اب كوميدي وهلأ إلى الغناء. خلينا نحكي عن أول محطة بلشت بكرة القدم. مزبوط. كيف بلش هذا الشغف القديم؟ هواية راحت معي من المدرسة للجامعة. على الجامعة صار لازم أقرر، يا بدي أدرس جامعة يا بدي ألعب رياضة. اخترت الجامعة، درست هندسة، خلصت هندسة اشتغلت مهندس، صرت أقرر يا سوشيال ميديا يا هندسة. اخترت السوشيال ميديا برضو، مش بزبطش من الجامعة للهندسة ما اختارش غيرهم، فحكيت بغير شوي. أوكي، عدت قرارات عملتها، بس كيف كان أول قرار؟ يعني أول قرار كان من فوتبول لجامعة عشان مستقبلي. أوكي، بعدين من سوشيال ميديا، من هندسة لسوشيال ميديا. حلم تلحق حلمك شوي يعني. أول حلم تترك... نزلت عنه عشان الدراسة والشغل. اشتغلت بالهندسة، مهندس مدني. قد كم سنة؟ أربع خمس سنين. بعدين قررت تاخذ قرار السوشيال ميديا، كيف اجى هذا القرار؟ من حفلة عملت حفلة بفلسطين، اجى عليها تقريبا 15,000 واحد. لما رجعت على امريكا فرجيت المدير تاعي بقول له، قال لي هذا انت؟ قلت له اه. قال لي وهذول الناس بتحبك؟ قلت له. قال لي شو بتسوي هون؟ قلت له والله انك صادق، شو بسوي هون؟ فكان اخر يوم عندي في الشغل، حجزت ونزلت على عمان. اللي بعمان من يوميتها. بس تغيير كبير صح، من امريكا صحيح. لعمان صحيح. انت صح، الناس بتروح من عمان لامريكا. بس طموح حلم. يعني اول حلم تنزلت فيه عشان شغلي وهيك، حكيت الثاني خليني. بتندم على هاي الخطوه الكبيره اللي اخذتها؟ لا 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 لا. وحاليا عم نشوفك هلا انت عم تحضر لاغاني جديده، خبرنا كيف تجربه الغناء معك؟ انا تجربه الغناء يعني، انا اكثر من ما انا مثلا مغني، انا مؤدي. انا حدا انترتينر على مسرح، اعطيني مسرح ببسط الناس اللي عليه. انا لما كنت ستاند اب كوميديان كنت كل 5 دقائق اضحك الناس دقيقتين، لانك انت بتروي قصه، فالناس راح تضحك دقيقتين من الخمس دقائق. لما انا اطلع على المسرح جو حلو اغاني هيك بترقص، انا من الخمس دقائق برقص الناس 4 دقائق، فانا ببسط مده الانبساط للعالم بتكون اكثر. مش ضروري يموتوا ضحك وانا بغني، لا، بس يكونوا مبسوطين. فهذه الفكرة اللي أنا أجتني. بعدين على الستاند اب كوميدي ممكن تعمل 7 minutes يكونوا فني، ممكن تعمل 10-15 minutes يكونوا فني، وما حدا بيعرف قديش المسرح حلو until you get on it. حتى تطلع على مسرح وتشوف الناس بتكاش تنزل. ما بيجيك رهبة المسرح؟ بحب المسرح. أنا بحب المسرح، فأنا السبب برضو اللي حولت على الميوزك. It's more time on stage، وقت أكثر على المسرح. This is what I wanna، هذا الشيء اللي أنا بدي أعمله. فهلأ حنشوفك عم تعمل الاثنين إن شاء الله. طيب شو رايك يعني تعملنا هيك سكتش على السريع بكوميديا؟ بدك سكتش سريع؟ بدنا نحكي عن اعلانات المشاهير. اوكي يلا. قبل ما يصل مطعم رايح اكل مطعم، اما شو مطعم؟ قديز طب ذوق، بعدين بصير قبل ما ياكل بيجي معي شامم ريحه لا انت كذاب، انت مش شامم ولا شيء. طب اقبض بعدين اعمل تبلش تشهون على الطريق ولسه مش واصل ولا قابض حق الاعلان. مثلاً واحد بيعمل إعلان عطر، الله شمين، لا مش شمين يا زلمة، إحنا بدنا نشوف ده قديش غدت. فبعمل سكتشات زي هيك تيجي بسيطة من دقيقة تيك توك. هلأ زمان كنت أحب أعمل أشياء أطول، هلأ الناس صارت تزهق، بداية تنزل شوف 10 سكندز إيش تضحك وتمشي. فإعلانات المشاهير عندنا قصة. بعدين بيحلف، أقسم بالله أحلى هاي يا أخوان، من أحلى السوفينيرز الموجودات حسب قديش فاهمه يعني. الحلفان من حجم المبلغ اللي ماخده، اذا دخل بالحلفانات والله ومحمد انسي الزلمه قابض منيح. طيب ضياء الحكا بحبها انا شخصيا مقتنع بها مش كثير ماضيه. تعمل سكيب خلاص. ثاني يوم بصور للمنافس، المنافس تبعه اللي بكون قايل له انا مش تايل اشتغل لك لانه انا بغاب على سمعتي. طيب 20 ليره. طيب ضياء، طيب السوشيال ميديا يعني هل الاعلانات انت ما بتعمل مثله؟ لا بعمل نفس الاشي، هذا انا كنت قاعد بحكي عن حالي. يعني حلو. بمزح بس يعني عندي مبدا
بس نمط حياة يعني مستحيل تروح على مطعم تقول والله كويس ماشي حاله. مثلاً السوشي أنا باكله في ناس بأكلوش مش معناته ما تصورش لسوشي يعني لأنه مش زاكي. ففي يعني كل محل معمول لناس معينة. بس بالنهاية الإعلان أنت عم تعلن رأيك الشخصي نو no. أنا زلمة ما بفرق في الأكل المهم ما أكل. فيعني اللي بجيبني على مطعم نياله بصراحة يعني على يعني مطعم الديزاينر مش جسم واحد بعرف شو بأكل. لمين عامل ميوت من المشاهير على انستغرام؟ نصهم. نصهم؟ اعطيني اسم. تورطونا. بحب يعني احكي يعني زي تحكي لي روح اطلع اتقاتل معه. طب انا عادي صراحه وعم نحكي كل واحد فيه يعني يتابع او ما يتابع. لا 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 الله يرضى عنك. شكلنا حنروح جرقه. هيك ما جاوبت. نروح جرقه. ماشي بنروح جرقه. قلت حدا من مشاهير السوشيال ميديا؟ قلت حدا؟ أيمن عبدلي. أوكي. أقلده؟ إيه. يسعد مساكم يا حلوين، أنتوا قمر ولا بلالين، أنتوا قشطة ولا تين، بحبكم يسعد. عسل، افتتاحيات عسل. طيب حقيقة أم جرأة؟ جرأة. حسيتهم أسهل يعني ولا كيف؟ يعني ضحكوا شوي. طيب يلا. فيك تتصل على يوتيوبر وتعمل فيه مقلب؟ اه بنقدر. طيب يلا وين موبايلك معك هسه؟ هلا تتصل على يوتيوبر. فيك فينا نحكي مشهور السوشيال ميديا كمان عادي. اعطيني التليفون. اعطوا التليفون. لمين رح ادق يعني؟ شو مين؟ عمين الرد. اسمعوا هو يعني اكثر حدا مشهور بعمان كوافير. اوكي معروف جدا. اوكي مشهور يعني على السوشيال يعني معروف جدا. كل عمان بتعرفه. درن عليه بدي احكي له انه في معي مشكله. طيب يلا اوكي خلينا نشوف بس. يلا اسمع وينك بسرعة؟ عيني في البيادر. انت وين؟ اسمع جيب شباب وتعال على تلسكوب بسرعة. ليش فيه؟ هجموا علي فريق التصوير. بسرعة فين مات؟ والله عيني جيب. كم واحدك تجيب بسرعة؟ يلا عيني جاي خلص ما عليك. اسمع جيب اسمع بدي اكس بدي اكسر الشركة. يلا عيني جاي. اسمع مصطفى ما تتفاهم مع حد خش اضرب ماشي؟ يلا ماشي سلام. رح تضرب؟ عيني جاي يزم. يلا سلام. يلا خبره انه ما له بيزن ما يجي. رد علي رد علي. انت تلاقيه قاعد برن على الناس. الو برو مقلب مقلب. طفي يا زلمه. اذا ما يفتح اذا في قصه ولا لا احكي بشرف امك. لا يا زلمه بس بدك بعمل قصه. بدك اعمل قصه بعمل. بحبك برو يلا طير برجع لك. يلا سلام حلو. لا اوه ماي جاد اوكي